بخير ماما زينب. صباح النور بنتي. خير؟ منين جيتك؟ رحت على الدكتورة. سلامتك. شو عم يوجعك؟ لا تقلقي، ما في شي سيء. حتى فيك تقولي منيح. شو عم تقولي؟ لتكوني ناطرة ولا؟ أنا حامل ماما زينب. حبيبتي الحمد لله. ماما مامو. ماما مرحبا مجد. ماما حبيبتي ما رح تجي، قلنا نحن منروح لعندك. الحمد لله على السلامة. أهلا، شوف يا صغير، أهلا وسهلا. يا ريتكم خبرتونا، لا محضرين حالنا ولا شيء. أهلا وسهلا ستنا. أهلين فيكم. لك يا بنتي تحضير شو؟ أمك وولادك بدهم إذن لحتى يجوا على بيتهم التاني؟ تسلم. آخ رجاء آغا، هالولاد حتى يموتونا. بعرف يا نعمة خانو، أنا اللي بعرف. يلا تفضل. يا خانو تليفون، هاي زينو خانو. ألو ماما زينو. إلكن عندي خبر حلو كتير بنتي. زليخة حامل. شو؟ عن جد عم تحكي؟ أخيراً في خبر حلو. نقلي الخبر لرجع آغا بطريقتك، خليه يفرح شوي. طبعاً رح خبره. أمي بتسلم عليكي والولاد كمان هون، قبل شوي وصلوا. طبعاً رح تشوفيهم. إيه الله معك. إيه يلا احكي شو هالخبر الحلو. زليخة ناطرة ولد. شو؟ رح تصير جد. جايين بوقتنا، ألف مبروك رجاء آغا. يا ربي، بتبكينا من جهة وبتفرحنا من جهة تانية. شو بدي أقول نعمة خان؟ عوشك أنت والولاد حلت البركة بجيتكم. إيه على أيام القواص لو سمعت الخبر من قبل طا 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 كنا فضينا مخازن الرصاص كلها بالهواء ونحن فرحانين. ايه وشو ما الله يسار بابا. مزح بنتي مزح، كل شيء حلو بس لسه ناقصنا شيء، ما عم يجوا كلهم مع بعض. يلا تفضل. يلا ماما. هلا اخي جيمو رح يصير اب. كيف كان السفر؟ منيحه منيحه. ما هيك ما حسبتوا. إن شاء الله بتكون أيامكم كلها سعادة بنتي. الله يرزقكم صبيان وبنات ويطعمكم البركة والأمان. تسلمي ماما زينب. وإنتي تسلمي بنتي، وإنتي تسلمي. فربيني قربتي.